الرحيم طلبة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة بإذن الله هنراجع بقى على الوحدة الثالثة بالأربع دروس اللي موجودين فيها. هناخد بنك الأسئلة اللي في كتاب الامتحان من 1 لـ50 في الجزء الأول، وبعدين إن شاء الله اللي هنكمل في حصة تانية الجزء الثاني. يبقى احنا كده حلينا على كل الوحدة الثالثة بتاعتنا، وأي حد عنده سؤال طبعا هيبعت لي ويكلمني، لأن مهم جدا إن احنا نتفاعل ونفهم كل سؤال إجابته اتجاوبت ليه. طيب لو جيت أبص كده على السؤال الأولاني اللي عندي، جايب لي صورة والصورة دي بتعبر عن انهيار أحد السدود، سد وانهار. طيب دي بتعبر عن إحدى العقبات التنموية. احنا طبعا عندنا عدة معوقات او عقبات تنموية، سواء كانت اقتصادية سواء كانت اجتماعية سياسية ادارية. طيب كل معوق طبعا بيشرح لنا في الكتاب ايه هي المعوقات بتاعته. يعني مثلا السدود دي يعتبر تدني في وضع البنية التحتية بالنسبة للدولة. عندنا تدني في وضع البنية التحتية. تدني وضع البنية التحتية دي يعد من المعوقات ايه او معوقات ايه؟ طبعا تدني وضع البنية التحتية ده معوق اقتصادي، معوق اقتصادي. يبقى من ضمن المعوقات الاقتصادية اللي هو تدني وضع البنية التحتية. طيب ايه تانية المعوقات الاقتصادية؟ محدودية الموارد الطبيعية. عندي الموارد سواء مية او مصادر طاقة محدودة، زائد سوء استغلال للمتاح منها، ده معوق برضو اقتصادي. أيوة، من ضمن كمان المعوقات نقص الموارد المالية كمان، يعني دي كمان معوق اقتصادي. يبقى من ضمن المعوقات الاقتصادية اللي هو قدامنا في الصورة تدني وضع البنية التحتية. لكن طبعا المعوقات الاجتماعية بتتمثل في زيادة معدلات النمو والهجرة، العشوائيات الأمية السياسية، عدم استقرار الأمن والاضطرابات السياسية. طبعا الإدارية اللي هي طبعا الإجراءات الروتينية وضعف الأداء الوظيفي للجهاز الإداري وغيره. طيب السؤال اللي بعد كده، دي الصورة بتوضح رش الأراضي الزراعية بالمبيدات الحشرية. طبعا المبيدات الحشرية مبيدات ملوثة للبيئة للتربة، يعني بتضر البيئة. طيب الصورة دي بتتعارض مع ايه من ضمن الاستراتيجيات المحطوطة او المتبعة علشان نعمل تنمية اقتصادية؟ هل تطوير التعليم والبحث العلمي، ولا تحسين البنية التحتية، ولا ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية، ولا الاهتمام بالتنمية الاجتماعية؟ لو جيت ابص كده هلاقي الصورة بتوضح الضرر على الارض الزراعية او على البيئة. يبقى معنى كده الصورة دي بتتعارض مع ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية، لأن ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية بتهتم إن هي تقلل المخاطر البيئية، وبرضه بتحافظ على الموارد البيئية وبترشد إيه؟ الاستهلاك. يبقى الصورة دي الإجابة بتاعتها ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية، طبعا بتتعارض معاها بشكل تام. السؤال اللي بعد كده، يمكن التوقع بأن يكون السبب الرئيسي في قلة الأسماك في قلة الإنتاج السمكي لدولة الكويت. دولة الكويت من الدول الموجودة على الخليج العربي في شبه الجزيرة العربية. طيب إيه السبب الرئيسي اللي متوقع إن هو يكون السبب في قلة الإنتاج السمكي؟ هل قلة تعريج السواحل، ولا قلة العاملين بالصيد، ولا استخدام وسائل بدائية، ولا ضيق الأرصفة القارية في الخليج العربي؟ طيب احنا خدنا ان دولة الكويت من دول الخليج العربي. دول الخليج العربي بتواجه مشكلة كبيرة في الصيد، ان معظم العاملين اتجهوا لحرفة التعدين واستخراج البترول. تمام، يبقى اذا السبب الرئيسي في قلة الانتاج السمكي وفي دولة الكويت، دولة الكويت زي ما اتفقنا من دول الخليج، دول الخليج بتواجه مشكلة ان هي العاملين بيتحولوا للعمل للتعدين واستخراج البترول. يبقى اذا انا هنا هختار قلة العاملين بالصيد.
كل العاملين بالصيد. طبعا دولة الكويت بتستخدم وسائل حديثة في الصيد، ما عندهاش يعني ما بتستخدمش وسائل بدائية، ده هي دولة غنية من الدول أصلا اللي بتتميز بالدخل القومي العالي المرتفع. طيب لو جينا نشوف السؤال اللي بعد كده، تبذل دول الخليج العربي جهودا في تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر، طبعا دول الخليج العربي اتبعتها نظرا لندرة المياه هناك، فبدأوا يعملوا عملية تحلية للمياه اللي هما بيفصلوا الأملاح عن المياه ويبدأوا يستخدموا المياه طبعا. طيب دول الخليج بتبذل جهود عشان تحلي مياه البحر كأحد طرق التغلب على التحديات التنموية. ايه؟ أنا دلوقتي عايزه ازود الميه، الميه عندي محدوده، يعني اذا الموارد الطبيعيه عندي محدوده، محدوديه الموارد الطبيعيه دي يعد عقبه ايه او معوق ايه؟ اقتصادي ولا سياسي ولا اداري ولا اجتماعي؟ احنا لسه قايلين من شويه ان المعوقات الاقتصاديه من ضمنها محدوديه الموارد الطبيعيه. محدوديه الموارد الطبيعيه دي من ضمن المعوقات الاقتصاديه، زائد طبعا زي السؤال اللي احنا اخدناه، تدني وضع البنية ايه التحتية ونقص الموارد المالية وزيادة الديون. يبقى اذا هنا محدودية الموارد الطبيعية معوق ايه اقتصادي. طيب السؤال اللي بعد كده، للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، عشان نساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يجب استخدام ايه؟ نستخدم سولار ولا فحم ولا وقود حيوي ولا كهرباء حرارية؟ طبعا أنا عندي الكهرباء الحرارية بتنتج من الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طيب أنا دلوقتي عايزة أعمل تنمية صناعية مستدامة بتحافظ على البيئة طبعا من التلوث وغيره، فأبدأ اللي أنا أستخدم وقود حيوي، استخدم وقود حيوي اللي انا احول الاراضي لمحاصيل منتجه له. طبعا ده طبعا هيؤدي لمشكله في ازمه الغذاء، ولكن دي انسب حاجه بالنسبه لي اللي انا استخدم الوقود الحيوي، وقود الحيوي عشان اعمل تنميه صناعيه مستدامه. طيب السؤال اللي بعد كده، جايب لي خريطه لمصر، الخريطه دي فيها مفتاح المناطق الخضراء، دي المناطق المعمورة، والمناطق الصفراء دي المناطق اللا معمورة، يعني مناطق خالية من السكان أو محدودة السكان. طيب معنى كده اللي احنا عندنا تركز للسكان في 5% بس، والمناطق الأخرى ايه؟ محدودة السكان أو نادرة السكان. طيب نتج عن التوزيع ده اللي موجود في الخريطة ايه؟ هل ضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمية والبحثية؟ طيب هو نتج عن سوء التوزيع ده في الإمكانيات؟ هنشوف. جذب الاستثمارات الخارجية؟ لا طبعا. استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التلوث؟ طبعا من ضمن المعوقات اللي عندي أو المعوقات التنموية في سوء التوزيع اللي بتنتج عن سوء التوزيع اللي هو انتشار العشوائيات، انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التلوث بأنواعها. ده طبعا ناتج عن سوء التوزيع في مصر، عندنا سوء للتوزيع في مصر. طيب السؤال اللي بعد كده، أدى قيام السعودية بإنشاء المجمعات الصناعية إلى إيه؟ طبعا إحنا أخذنا المجمعات الصناعية بالسعودية. طيب لما السعودية عملت المجمعات الصناعية دي إيه اللي حصل؟ هل أدى إلى تراجع أعداد الرعاة؟ ولا زيادة الصناعات الاستهلاكية؟ ولا خفض صادراتها من البترول والغاز؟ ولا تراجع الصناعة الاستخراجية؟ طيب خلينا نشوف كده، المجمعات الصناعية ديت هتوفر فرص عمل هائلة، زائد ارتفاع في مستوى المعيشة، فيبدأ الرعاة هيتركوا حرفة الرعي وهيتجهوا إلى العمل في المجمعات الصناعية طبعا علشان يزودوا أو يرفعوا من مستوى المعيشة. طيب يبقى أنا عندي أعداد الرعاة في السعودية أعدادها قلت مقارنة بالفترة الماضية، أنا عندي أعداد العاملين في شبه الجزيرة العربية عامة وفي شمال إفريقيا وفي وسط آسيا أعدادهم قلوا. شبه الجزيرة العربية
من ضمن كل الرعاة بيها ان هم عندهم مجمعات صناعية وتدفق بترول ومصادر طاقة، تمام؟ طيب زيادة الصناعات الاستهلاكية، لا يعني تمام هو هيكون في الصناعات ولكن مش شرط تكون استهلاكية. خفض صادراتها من البترول والغاز، لا طبعا. تراجع الصناعات الاستخراجية، لا برضو. ما الصناعة الاستخراجية لان انا بستخرج المعادن من باطن الارض مش هتتراجع. طيب السؤال اللي بعد كده، تتميز التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي. طبعا احنا في بداية الدرس الاولاني اللي هو بيتكلم عن ماهية التنمية الاقتصادية فرقنا ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية واتفقنا اللي ما بينهم فروقات. طيب من ضمن اللي بيميز التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي إن التنمية الاقتصادية بتراعي البعد الاجتماعي. ليه بتراعي البعد الاجتماعي؟ لأنها هي بتهدف زيها زي النمو الاقتصادي لزيادة ثروة المجتمع، ولكن بضيف على التنمية الاقتصادية إن هي طبعا بتعمل عدالة في التوزيع أو بتؤدي إلى عدالة في التوزيع وارتفاع مستوى المعيشة. فإذا هنا الفرق ما بينهم في البعد الاجتماعي. السؤال اللي بعد كده، توقفت التنمية الاقتصادية بشبه جزيرة سيناء في الفترة ما بين 1967 ل 1973. خلينا هنا نقف عند التاريخين دول أو الفترة دي. 1967 ده العدوان الإسرائيلي، 5 يونيو 67 عدوان إسرائيلي. إذا سيناء كان فيها حروب، طبعا استمرت الحروب ممتدة لغاية حرب أكتوبر لغاية لما تمت معاهدة السلام ما بين مصر وإسرائيل، تمام؟ طيب التنمية اتوقفت في شبه الجزيرة العربية في الفترة دي، احنا اتفقنا كده ان في حروب. يبقى الاختيارات اللي عندنا اختار منها ايه؟ نقص الموارد المالية ولا تفاقم مشكلات التلوث ولا البيروقراطية والروتين ولا مشكلات السياسية الدولية؟ طبعا هنا أنا هختار المشكلات السياسية الدولية. يمكن لدول شبه الجزيرة العربية تحقيق الأمن الغذائي من خلال شبه الجزيرة العربية، أولا منطقة ندرة الأمطار. ندرة الأمطار شبه الجزيرة العربية ممكن تحقق أمن غذائي من خلال إيه؟ هل تتوسع في الزراعة البعلية، وإحنا اتفقنا إن الزراعة البعلية يعني الزراعة المطرية، ولا زراعة الأرض أكثر من مرة في السنة؟ وطبعا ده مشكلة كبيرة جدا اللي أنا أزرع الأرض أكثر من سنة، دي بيسموها الزراعة الكثيفة ولكن بتؤدي إلى تدهور الأرض الزراعية، ولا استخدام التكنولوجيا الحيوية، ولا زيادة متوسط عدد حيوانات المرعى؟ طبعا أنا هنا هختار استخدام التكنولوجيا الحيوية. يعني إيه تكنولوجيا حيوية؟ التكنولوجيا الحيوية اللي هي من خلالها أو من خلالها أنا بوصل لنباتات تتحمل الجفاف والملوحة وغيرها، أنا بعدل في النباتات اللي موجودة علشان تتحمل ملوحة وجفاف المناخ اللي موجود عندي، ملوحة التربة والجفاف اللي موجود عندي. فبالتالي علشان شبه الجزيرة العربية تحقق أمن غذائي يبقى تستخدم تكنولوجيا إيه؟ حيوية. السؤال اللي بعده، تعطل أنظمة التواصل التي تربط بين الأجهزة التابعة. تعطل أنظمة التواصل التي تربط بين الأجهزة التابعة لوزارة السياحة بإحدى الدول يعبر عن وجود تحديات تنموية إيه؟ طيب أنا دلوقتي أنظمة التواصل، يبقى معنى كده اللي هو بيتكلم عن مستوى أنظمة التواصل ونقص قواعد البيانات، أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات. طيب نظام المعلومات وقواعد البيانات دي من ضمن التحديات الإدارية، من ضمن التحديات الإدارية. أنا عندي التحديات الإدارية، ضعف الأداء الوظيفي للجهاز، البيروقراطية والروتين، نقص الخبرات زائد تدني مستوى أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات، دي المعوقات الإدارية. طيب السؤال اللي بعد كده، يتجه الاستثمار الأجنبي نحو التصنيع في الدول النامية بسبب إيه؟ هو ليه المستثمرين الأجانب بيتجهوا للدول النامية في التصنيع؟ بسبب إيه؟ ضعف كفاءة الأيدي العاملة؟ ولا نقص الخبرات الفنية؟ ولا قلة المواد الخام؟
ولا نقص رؤوس الأموال. إحنا متفقين إن الدول النامية بيتوافر بها أيدي عاملة ويتوافر فيها مواد خام وفيها خبرات، ولكن عندهم نقص في رؤوس الأموال. الدول النامية بتعاني من نقص رؤوس الأموال، فبالتالي المستثمرين الأجانب بيتجهوا نحو التصنيع في هذه الدول. السؤال اللي بعد كده، يمكن حل مشكلة العمالة الزراعية بالوطن العربي من خلال. دلوقتي احنا عايزين نحل مشكلة العمالة الزراعية. طيب انا هنا هختار ايه؟ قلة الاعتماد على التقنيات الحديثة. طبعا التقنيات الحديثة لا تنفي وجود العمالة الزراعية، ولا الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، ولا ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية، ده بيسموه اللي هو عايزين يحموا البيئة اللي هو عن طريق الاقتصاد الأخضر مثلا، اللي هو يحمي البيئة من التلوث، ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد طبعا عن طريق 3 طرق، وهي تنظيم الأسرة اللي هي جعل الموارد البشرية أو القوة البشرية قوة مضافة للدولة، أو وقف الهجرة إلى الدول صاحبة الزيادة السكانية. فهنا الأنسب لي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية. ليه الاهتمام بالتنمية الاجتماعية؟ التنمية الاجتماعية بتعمل على تطوير أو تعمل أو هدفها تطوير وتنمية المناطق الريفية. تطوير وتنمية المناطق الريفية. فبالتالي أنا لما أعمل عملية تطوير وتنمية المناطق الريفية، يبقى أنا كده هحل مشكلة العمالة الزراعية. العمالة الزراعية طبعا بتواجه نقصان، لأن هم بيتجهوا للمدن للعمل في الخدمات والصناعة وغيرها من الأعمال الأخرى. طيب من خلال الخريطة الآتية للوطن العربي نستنتج. الخريطة اللي قدامي فيها عدة صناعات تحويلية. صناعات تحويلية، كل دولة عربية فيها مجموعة من المعادن. وليكن مثلا أنا عندي مصر فيها الحديد والصلب، فيها الأسمنت، فيها السكر، فيها الألمنيوم، فيها التكرير البترول والبتروكيماويات، فيها صناعات متعددة. لكن نبص كده على ليبيا، هنلاقي عندها تكرير بترول، هنلاقي عندنا في تونس، هنلاقي عندنا سكر، هنلاقي عندنا أسمنت، وهكذا في الدول العربية. إذا أنا عندي اختلافات في الصناعات ما بين الدول العربية وبعضها البعض. طيب تعال نشوف كده الاختيارات اللي عندنا. هل أختار توافر خدمات البنية التحتية في معظم الدول، ولا عدم ثبات السياسات الحكومية، ولا تنافس الصناعات العربية فيما بينها، ولا الإهمال النسبي للبحث العلمي؟ طيب الخريطة اللي قدامي هنا ما بتوضح ليش غير ان الصناعات العربية ما بينهم وما بين بعض تنافس. يبقى الخريطة بستنتج من خلالها ان في تنافس الصناعات العربية فيما بينهما، لان في صناعات متكررة في بعض الدول العربية. يعني في صناعات متكررة، يعني مثلا هنبص هنا على المغرب وموريتانيا. المغرب وموريتانيا فيهم سكر، صناعات متشابهة، في تنافس ما بينهم. لا عندنا نفس الكلام السكر في الجزائر هنلاقيه في مصر وهكذا. يبقى هنا تنافس الصناعات العربية فيما بينها. طيب تم بدء الدراسة بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك في جامعة أسوان في العام الجامعي من 2013 ل 2014. طيب الدراسة بالكلية دي، كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك دي، بتشير العبارة هنا لمحاولة التغلب على إيه؟ طيب تكنولوجيا، يبقى أنا هنا هعتمد على نظم معلومات وقواعد بيانات. نظم معلومات وقواعد بيانات، أنا هنا هتغلب على إيه؟ تحول الصيادين لحرفة البترول، ولا انتشار الأمية والبطالة، ولا محدودية الموارد الطبيعية، ولا ضعف الأداء الوظيفي للعاملين؟ طيب أنا من خلال العبارة هنا تكنولوجيا اتفقنا يعني نظم معلومات وقواعد بيانات، يبقى أنا هنا هتغلب على ضعف الأداء الوظيفي للعاملين. السؤال اللي بعد كده، يعد تصنيع كل من السوبر فوسفات والمعلبات الغذائية صناعة إيه؟ طبعا السوبر فوسفات ده كان في منطقة مناجم سفاجة القصير، طيب اللي هي في الحمراوين، مشروع الحمراوين هو الهدف منهم إنهم يحولوا الفوسفات لسوبر فوسفات. طيب تصنيع السوبر فوسفات والمعلبات الغذائية صناعة إيه؟ أنا بحول
بحول مادة من مادة من صورة أولية لصورة أخرى لمنتج. فأنا هنا هختار صورة تحويلية أو صناعة تحويلية. إحنا عندنا طبعا أسس بنصنف بناء عليها الصناعة. من ضمن الصناعات اللي عندنا في عندنا صناعات تحويلية. طيب، استضافة إحدى الجامعات العربية لخبراء عالميين لمناقشة سبل الاعتماد على الزراعة العضوية بالدول العربية. استضاف إحدى الجامعات العربية لخبراء عالميين. طيب، أنا هنا بستضيف خبراء عالميين، يبقى هنا في إيه عندي؟ يبقى هنا توفير عملة صعبة، ولا شراكة وتعاون دولي، ولا اهتمام بتنمية اجتماعية، ولا رفع مستويات المعيشة؟ أنا هنا هختار، طالما استعنت بخبراء عالميين يبقى هنا هختار الشراكة والتعاون الدولي. يبقى هنا حققت شراكة وتعاون دولي. شراكة وتعاون دولي. طيب، السؤال اللي بعد كده، لزيادة الإنتاج العربي من اللحوم يجب العمل على إيه؟ أنا عايزة أزود دلوقتي إنتاج الوطن العربي من اللحوم. طيب، نشتغل على إيه؟ تنوع الحيوانات في المرعى خلي بالكم المراعي التجارية الواسعة، كل مرعى متخصص في حيوان بعينه عشان يزود من الإنتاج، ولا التوسع في الزراعة المروية، ولا زيادة الحمولة الرعوية، ولا التوسع في الزراعة المختلطة. طيب، أنا هنا هختار إيه؟ أنا عايزة أزود اللحوم وأعتمد على مراعي. طب أنا عندي مشكلة في المراعي، طيب أعمل إيه؟ يبقى أنا هنا هستخدم زراعة مختلطة. يعني إيه زراعة مختلطة؟ يعني همارس الزراعة مع تربية الحيوان في وقت واحد. همارس الزراعة مع تربية الحيوان في وقت واحد، وازرع بقى محاصيل وليكن زي البرسيم والذرة، واستخدمها كعلف للحيوان وتكون بديل للمراعي الطبيعية. طيب، رقم 19، اتجاه الدولة لإنتاج سيارات تعتمد على الكهرباء. كهرباء إذا طاقة نظيفة، يبقى أنا كده بستخدم طاقة صديقة للبيئة أو غير ملوثة للبيئة، يبقى أنا هنا هعتمد على الاقتصاد الأخضر. عندنا الاختيارات، تحقيق نمو اقتصادي، ولا تحسين بنية تحتية، ولا اعتماد على الاقتصاد الأخضر، ولا الاهتمام بالطاقة الحرارية. طبعا هنا هختار الاقتصاد الأخضر. وعلى فكرة، من أكتر الأسئلة اللي موجودة عندنا اللي هي بتركز على الاقتصاد الأخضر، اللي هي طبعا بتستخدم الطاقة النظيفة الحامية للبيئة، اللي بتحمي البيئة من التلوث، عشان أنا هدفي بحمي البيئة وأقلل من مخاطرها أو المخاطر اللي بتتعرض ليها. طيب، يعتمد تحديد نوع النبات المناسب للأراضي الزراعية على إيه؟ نوع النبات المناسب، يبقى أنا هنا هتكلم على تعليم وتقدم علمي، لأن الأبحاث العلمية من خلال الدراسة المستمرة والتعليم أنا هنا هقدر أوصل لكل أرض زراعية والنبات المناسب ليها. طيب، أنا عندي الأسئلة، الاختيارات، تطوير التعليم، ولا تحسين بنية تحتية، ولا ربط السياسات الاقتصادية بالبيئة، ولا الاهتمام بالتنمية الاجتماعية. أنا هنا زي ما اتفقت، أنا هنا بطور تعليم وتقدم علمي عشان أقدر أوصل لنوع النبات الملائم للأرض الزراعية. السؤال اللي بعد كده جايب لي شكل بياني بيوضح أعداد السكان وفق لبعض التعدادات والتقديرات. هنا من 1882 من بدء التعداد لغاية 2015. لو جيت أبص كده هلاقي أنا عندي زيادة في النمو السكاني، زيادة معدلات النمو السكاني. طيب، زيادة معدلات النمو السكاني دي معوق نوع إيه؟ معوق نوع اجتماعي. زيادة السكان، الهجرة، انتشار الأمية، العشوائيات، كل دي معوقات اجتماعية. يبقى إذا أنا هنا هختار معوقات اجتماعية، سبب إن الشكل اللي قدامي بيوضح أو بيبين لي زيادة معدلات النمو السكاني. طيب، أي من الدول الموقعة على الخريطة المقابلة الأكثر تحقيقا لعائدات النقد الأجنبي من الثروة السمكية؟ لو جيت كده بص على الدول المصدرة لي الأسماك، هلاقي عندي 4 دول مكتوبة عندنا في الكتاب طبعا ومتكلمين عليها أثناء الشرح، وهي المغرب اللي هي رقم واحد على فكرة، موريتانيا اللي تحتها ما عندهاش أرقام، عندي موريتانيا هنا أهي، عندي اليمن شبه الجزيرة العربية، عندي عمان جنب اليمن. طيب، أنا هنا عندي من الدول المصدرة مش موجودة عندي غير المغرب رقم واحد،
الجزائر اللي هي رقم 2، مصر رقم 3، عندي الكويت رقم 4. دي مش من الدول المصدرة، أنا عندي الدولة اللي بتحتل رقم 1 في الدول المصدرة هي دولة المغرب. إذا أنا هنا هختار دولة المغرب. تاني الدول المصدرة اللي عندي مغرب، موريتانيا، عمان، اليمن. أو بالترتيب المغرب، موريتانيا، اليمن، عمان. طيب السؤال اللي بعد كده، أي من الدول الآتية استطاعت استثمار الهجرة الوافدة إليها، هجرة وجاية ليها، وجعلها قوة مضافة لها؟ إحنا اتفقنا إن من ضمن ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد اللي هو استثمار القوة البشرية كقوة مضافة، أو وقف باب الهجرة، أو تنظيم الأسرة. طيب أنا دلوقتي عشان أشوف الدول اللي هي استثمرت الهجرة الوافدة هلاقي الاختيارات عندي، هل هي مصر ولا سوريا ولا السعودية ولا السودان؟ أنا عندي مصر وسوريا على فكرة فيها ثروة بشرية كبيرة، بالعكس الهجرة بتخرج منها هي والسودان. طيب أنا عندي مين اللي بتستقبل؟ السعودية. السعودية عندها القوة البشرية أو الثروة البشرية أقل من الموارد أو الموارد الطبيعية اللي موجودة هناك، فبالتالي الهجرة الوافدة إليها هي قدرت تستخدمها كقوة مضافة ليها. طيب إحنا عندنا يعبر عن مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي أنهي شكل؟ أعطيني شكل رقم ألف، ألف، جيم، باء، جيم، دال. طيب أنا عندي المراعي في الوطن العربي نسبتها كام؟ المراعي في الوطن العربي نسبتها 32%. 32% يعني أقل من النص. أشوف هنا أنهي شكل اللي أقل من النص. طيب هل هو ألف ولا دال؟ طبعا 32% مش هتكون طبعا دال، لأن هي نسبة كبيرة واخدة جزء كبير، فبالتالي أنا هنا هختار رقم ألف. اللي بيعبرنا عن نسبة 32% هو رقم ألف. السؤال اللي بعد كده، تتركز المناطق الصناعية بأستراليا. طبعا لو جينا نبص على الخريطة الصناعية ونرجع ليها هنلاقي إن الخريطة الصناعية في أستراليا هنلاقيها موجودة في جنوب شرق القارة. جنوب شرق القارة مناطق صناعية، دي من المناطق الصناعية الجديدة اللي موجودة. احنا خدنا الأقاليم الصناعية واتكلمنا عليها، من ضمن الأقاليم الصناعية أو ضمن المناطق الصناعية الجديدة هي جنوب شرق أستراليا. طيب تتعارض خصائص التنمية الاقتصادية مع إيه؟ أنا عندي خصائص التنمية الاقتصادية اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي مخططة لتحقيق غايات وأهداف المجتمع، مجتمعية بيشارك فيها جميع فئات المجتمع، بتحقق نمو متواصل من خلال إن هي طبعا بتجدد الموارد بدل من استنزافها، وفي توازن ما بين القطاعات، زائد إن هي بتحقق عدالة في التوزيع. طيب إيه هنا اللي بيتعارض مع خصائص التنمية الاقتصادية؟ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، لا طبعا ده ما بيتعرضش، لأن ده طبعا بجدد الموارد بدل من استنزافها، وبقدر إن أنا أعمل نمو متواصل. ولا الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، طبعا دي حاجة كويسة جدا غير ملوثة للبيئة. ولا دراسة الحمولة الرعوية، ولا نمو القطاع التعديني على حساب القطاع الرعوي. طبعا أنا هنا هختار رقم د. ليه؟ نمو قطاع على حساب قطاع آخر ده بيتعارض مع الخصائص، لأن من ضمن الخصائص إن التنمية الاقتصادية بتحقق توازن بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع. بتحقق توازن بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع، فإذا هو ده الجزء اللي بيتعارض مع التنمية الاقتصادية أو مع خصائص التنمية الاقتصادية. تمام. طيب رقم جيم اللي هي دراسة الحمولة الرعوية، نوضح كده يعني إيه حمولة رعوية. حمولة رعوية يعني متوسط عدد الحيوانات على في وحدة مساحة معينة خلال فترة زمنية معينة، واللي من خلالها ممكن نحصل على أعلى إنتاج حيواني بصفة مستمرة، بس بشرط ما يأثرش على الموارد الطبيعية. يعني عدد الحيوانات مقارنة بالمساحة بشرط إن أنا أوصل لأعلى إنتاج بدون ما أثر على الموارد الطبيعية. طيب رقم 27، قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة. انا هنا هستوعب اكبر عدد من العماله، ده هيتغلب لي على ايه؟ انا لما استوعب اكبر عدد من العماله هقضي على البطاله، او بمعنى اصح همنع الهجره. طيب انا لما امنع الهجره يبقى هنا هتغلب على معوق ايه؟ اجتماعي. طيب
تستهدف خطة مصر في عمل محطات تحلية لمياه البحر على سواحل البحرين الأحمر طبعا والمتوسط من أجل تخطيط المتطلبات المتزايدة من المياه العذبة. أه حلو أوي الكلام. لما مصر أو في خطتها تكون الهدف فيها إن هي تعمل محطات لتحلية مية البحر عشان طبعا تغطي المتطلبات الزايدة من المياه، احنا عندنا مشكلة طبعا في المياه. العبارة دي بتوضح إيه؟ رفع كفاءة الموارد البشرية ولا تطوير البحث التعليم والبحث العلمي ولا الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ولا تحسين البنية التحتية؟ طبعا أنا هنا اهتميت بالمية، لما اهتميت بالمية يبقى أنا كده عملت عملية تحسين للبنية التحتية، تحسين للبنية التحتية. طيب تقف أمام تنمية الموارد الزراعية العربية تحديات اقتصادية، خلي بالكوا هنا السؤال في تحديات اقتصادية. ايه هنا اللي بيقف ضمن او بيقف امام تنمية الموارد الزراعية؟ هل استخدام المبيدات الحشرية ولا نقص برامج التوعية ولا اهمال مشروعات الري ولا قلة العمالة الزراعية المدربة؟ طبعا من ضمن التحديات الاقتصادية هو اهمال مشروعات الري. مشروعات الري عندنا متعددة يجب الاهتمام بيها عن طريق بقى شق الترع والقنوات، إقامة جسور سدود قناطر وغيرها من طرق الري. طيب نشوف السؤال اللي بعدنا. تدل الزيادة المتوقعة لأعداد السائحين الوافدين لإقليم الشرق الأوسط السياحي، طبعا احنا اتفقنا في أثناء الشرح إن إقليم الشرق الأوسط السياحي في الفترة الأخيرة من 2011 كان بيواجه مجموعة ثورات عربية، الثورات العربية دي طبعا أثرت على أعداد السائحين. طب الزيادة المتوقعة لأعداد السائحين في الإقليم الخاص بالشرق الأوسط ده بيدل على إيه؟ نجاح التسويق للمنتج السياحي العربي ولا الاهتمام ببرامج التنمية البشرية للعاملين ولا تحقيق الاستقرار السياسي ولا الاهتمام بالتخطيط السياحي؟ طبعا احنا عندنا نصا كده في الكتاب ان السياحة بالشرق الاوسط اتأثرت بسبب الثورات، يبقى اذا هنا هختار تحقيق الاستقرار السياسي. لما حصل استقرار سياسي بدأ يحدث زيادة متوقعة في اعداد السائحين. السؤال اللي بعد كده، تعد صعوبة الحصول على تراخيص بناء المصانع. اه صعب ان انا احصل على التراخيص، يبقى هنا انا عندي اجراءات روتينية او البيروقراطية والروتين، فاذا هنا انا هختار عقبة ادارية، يبقى العقبة التنموية اللي عندي عقبات ادارية. طيب خلي بالكم احنا لغاية دلوقتي في اثناء حل الاسئلة بيواجهنا المعوقات كتير جدا، يبقى اذا انا هنا هركز على المعوقات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وبرضه هركز على خصائص التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات. الدرس الاولاني مهم جدا وجميع الدروس مهمة، ولكن دولت من الاسئلة اللي بتتكرر كتير. تتطلب مواجهة ظاهرة هجرة العقول. اه هجرة عقول طبعا نظرا للاهتمام بيهم من جانب الدولة في التعليم. طيب انا علشان اواجه ظاهرة الهجرة اعمل ايه؟ طبعا هنزل على طول على الاختيار رقم د، تطوير التعليم والبحث العلمي، عشان اقدر اواجه هجرة العقول المفكرة واستخدمها طبعا لصالح الدولة. طبعا دي هجرتهم خسارة كبيرة للدولة. تتوافر المراعي المعتدلة. المراعي المعتدلة هنا المقصود بيها حشائش الاستيبس. المراعي المعتدلة المقصود بيها حشائش الاستيبس. حشائش الاستيبس موجودة في شمال الوطن العربي، موجودة في شمال الوطن العربي، عندي اليمن، عندي السودان، عندي موريتانيا، دولت موجودين في جنوب الوطن العربي. عندي موريتانيا جزء كبير منها موجود في جنوبها، موجود فيه حشائش السفن. طيب ايه هنا الدولة اللي بيتوافر فيها المراعي المعتدلة؟ هلا عندي سوريا. سوريا موجودة على شرق البحر المتوسط في شمال الوطن العربي. طيب الصورة اللي قدامي يعني على ما فهمت من قراءتها ان في تلوث وفي سوء استغلال للمورد اللي موجود، اللي هي الترعة اللي موجودة قدامي، فبالتالي انا هنا هختار تحدي اقتصادي، تحدي تنموي اللي هو اقتصادي بسبب سوء الاستغلال، وتحدي اجتماعي عشان احنا عندنا مشكلة تلوث. انا شايفة كده على ضفاف الترعة اللي هو فيه تلوث، فيه كزرات مرمية. طيب يتحقق عند استخدام الطاقة المتولدة من السد العالي. الطاقة اللي بتتولد من السد العالي هي الطاقة الكهرومائية.
الطاقة الكهرومائية طاقة صديقة للبيئة أو بتشجع أو بتحقق الاقتصاد الأخضر اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى هل بيحقق الشراكة والتعاون الدولي، ولا فائض في الميزان التجاري، ولا الاقتصاد الأخضر، ولا تطوير القطاع الإداري؟ هنا هختار الاقتصاد الأخضر. تقل مساهمة مصر في التجارة الدولية للأسماك بسبب هي ليه مصر نصيبها قليل في التجارة الدولية. طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وهي زيادة أعداد السكان. زيادة أعداد السكان، فبالتالي مصر بتلجأ إلى عمل اكتفاء ذاتي، يعني تقضي حاجة أو توفر حاجة السكان أولا. فهنا أنا هختار إيه؟ قلة المزارع السمكية. طبعا مصر فيها مزارع سمكية. عدم تنوع مصايد مصر، فيها جميع أنواع المصايد، يعني فيها مصايد بحرية، بحيرية، نهرية، مزارع سمكية. ولا استخدام الأسماك في سد الفجوة الغذائية، ولا استخدام الأسماك في التجارة العربية البينية. طبعا هنا استخدام الأسماك في سد الفجوة الغذائية. مصر طبعا والإنتاج السمكي لا يكفي حاجة السكان، لا يكفي حاجة السكان. السؤال اللي بعد كده، انتشار مراكز تعليم الكبار في دولة. طبعا مراكز تعليم الكبار يعني مراكز محو الأمية، ده بيعبر على جهودها في ايه؟ انا هنا هتغلب على الأمية، بمحي الأمية، يبقى هنا هتغلب على معوق اجتماعي. طبعا احنا اتكلمنا كتير على المعوقات الاجتماعية، زيادة في أعداد السكان، الهجرة، الأمية، انتشار العشوائيات. فأنا عندي طبعا معوقات اجتماعية، فانتشار مراكز التعليم ده بيواجه مشكلة اجتماعية أو معوق اجتماعي. السؤال اللي بعد كده، تجريف التربة لصناعة الطوب الأحمر. تجريف التربة لصناعة الطوب الأحمر ده مشكلة كبيرة جدا، بتؤدي إلى قلة مساحة الأراضي الزراعية أو قلة المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي. فإذا أنا عندي هنا عقبة اقتصادية. الاعتماد على الوقود الحيوي في الصناعة. الاعتماد على وقود الحيوي في الصناعة ده بيأكد على إيه؟ وقود حيوي، يبقى أنا هنا بحمي البيئة من التلوث. يبقى هنا هختار ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. طيب، يتعارض مع التجربة الأوغندية في الزراعة. إيه هي التجربة الأوغندية في البداية؟ التجربة الأوغندية طبعا اللي هي في الزراعة العضوية، وطبعا الهدف من خلالها اللي هي تحمي البيئة من التلوث وتقلل من انبعاث ثاني اكسيد الكربون. طيب انا هنا ايه اللي بيتعارض مع التجربه الاوغنديه؟ هل الاهتمام بالتنميه الاجتماعيه، ولا استخدام الاسمده الكيماويه، ولا زياده حجم الصادرات، ولا اتباع الاقتصاد الاخضر؟ هنا اللي بيتعارض معاه استخدام الاسمده الكيماويه، لان هنا التجربه الاوغنديه الهدف منها الزراعه العضويه، زي مثلا محصول الفانيليا. طيب، التقطت الصورة المقابلة عقب سقوط الأمطار الغزيرة. احنا هنا عندنا في عربية اهي غرقانة، المية مغرقة الأرض. فأنا عندي هنا مشكلة في إيه؟ طبعا أنا عندي هنا مشكلة في تدني البنية التحتية، ما عنديش أنا هنا خطة علشان تصرف المياه بتاعة الأمطار، فبالتالي عندي تدني أو ضعف في البنية التحتية. هنا ده معوق نوعه اقتصادي، معوق اقتصادي. طيب، الصورة اللي عندنا التانية بتوضح أحد المشروعات، يعني مكتوب تحتها الطريق الدائري الإقليمي بمصر. طيب هنا بيساهم في إيه؟ طبعا الطرق من إحدى الأسباب اللي بتجذب الاستثمارات الخارجية، بتجذب الاستثمارات الخارجية. يعني عندي الاختيار، تحقيق الاقتصاد الأخضر، ولا جذب الاستثمارات، ولا بناء اقتصاد المعرفة اللي هو العلم طبعا، ولا زيادة الواردات من السلع. طبعا هنا طريق هيجذب الاستثمارات اللي هي البنية التحتية يعني. طيب، ينتج عن غياب الاستراتيجيات التنموية الصناعية التكاملية، دايرة كده على التكاملية. ينتج عن غياب الاستراتيجيات التنموية الصناعية التكاملية بين الدول ايه؟ سوء البنية التحتية، ولا تفاقم مشكلات التلوث، ولا ضعف الأسواق، ولا تشابه الصناعات العربية؟ مفيش تكامل، مفيش استراتيجية تعمل تكامل ما بين الدول العربية، على الرغم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل التكامل والاختلاف ما بين الدول العربية وبعضها البعض عشان يسود ما بيننا الحب والتعاون والوحدة والتكامل. ده طبيعة، ولكن احنا عندنا تنافس في الصناعات العربية، فده برضو بسبب تشابه، فده حصل او ادى لتشابه الصناعات العربية. طيب، تعتمد تربية الحيوانات في أقصى جنوب الوطن العربي. أقصى جنوب الوطن العربي، يبقى أنا هنا بتكلم على حشائش السافانا،
أقصى الجنوب، يبقى أنا هنا بتكلم على حشائش السفن طبعا، اللي هي بتعتبر كحديقة حيوان طبيعية فيها حيوانات آكلة العشب وحيوانات آكلة اللحوم. أي من الخطط التنموية الآتية تعبر عن اهتمام المغرب بإنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية؟ أي من الخطط التنموية الآتية تعبر عن اهتمام المغرب بإنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية؟ حلو قوي الكلام. لما أنتج الطاقة من المخلفات الزراعية يبقى أنا كده بحمي البيئة من التلوث، يبقى أنا أختار زيادة الاهتمام بالصناعات الاستخراجية ولا ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية؟ طبعا اتكلمنا كتير على ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية، وقلنا الهدف منها اللي هو حماية البيئة إيه؟ من التلوث، ولا تحسين البنية التحتية ولا الشراكة؟ يبقى أنا أختار ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. عندي شكل هنا بيوضح نسب التعليم، اللون الأصفر أمية، اللون الأزرق تعليم أعلى من الجامعي، فوق المتوسط 2.6، جامعي كذا وهكذا. طيب الشكل اللي قدامي استنتج منه إيه؟ الشكل اللي قدامي استنتج منه في ان في تحديات طبعا عند الاميه زي ده، يبقى انا عندي هنا تحديات اجتماعيه. احنا اتكلمنا برضو التحديات الاجتماعيه كذا مره، يعني انا عندي تحديات اجتماعيه، تحديات اقتصاديه، تحديات سياسيه، تحديات اداريه. طيب عندي دولتين هنا مظللتان، عندي مصر والامارات، شبه الجزيره العربيه دي الامارات. الامارات ومصر بيتشابهوا في ايه؟ وجود مصايد بحرية وداخلية، ولا قلة رؤوس الأموال، ولا نقص العمالة الماهرة، ولا تربية الأبقار والجاموس؟ هنا بقى الاتنين بيطلوا على خلجان أو مصايد بحرية ومصايد أيضا داخلية، فهنا هتكلم على المصايد. قلة رؤوس الأموال لا طبعا، لأن دولة الإمارات من الدول الغنية اللي بيتوفر فيها رؤوس الأموال. نقص العمالة الماهرة لا موجود فيها عمالة. تربية الأبقار والجاموس يعني موجودة في مصر أكتر، أو موجودة في مصر. طيب يعد من العقبات الاقتصادية التي تقف أمام التنمية الصناعية، عقبة اقتصادية بتقف قدام أو أمام التنمية الصناعية في الدول النامية إيه؟ نقص العمالة الماهرة، ولا النزاعات العنصرية، ولا تصدير المادة الخام، ولا صعوبة إنجاز المعاملات؟ طبعا لو جيت أبص هنا من الناحية الاقتصادية ليه تصدير المادة الخام، واتفقنا إن تصدير المادة الخام دي عقبة كبيرة جدا بتقف أمام التنمية في الدول النامية، لأن المادة الخام تصدر بأسعار رخيصة جدا، تصنع في الخارج وبعدين إحنا نستوردها بأسعار إيه؟ كبيرة، فدي مشكلة بالنسبة لنا. تشير الصورة المقابلة إلى وجود الصورة اللي قدامنا ده طريق بايظ، يعني مفيش تمهيد للطرق أو البنية التحتية عندي بايظة، ضعف البنية التحتية. طيب ضعف البنية التحتية مع عقبة إيه؟ ضعف البنية التحتية قلناها كذا مرة إن ده عقبة اقتصادية، عقبة اقتصادية. طيب آخر سؤال عندنا، يشير إلى إنتاج مصر من المحاصيل السكرية بالوطن العربي الشكل إيه؟ طيب تعال نشوف كده انتاج مصر من المحاصيل السكريه. مصر بتنتج من المحاصيل السكريه 63.5% من انتاج الوطن العربي، 63.5% من انتاج الوطن العربي. 63.5 يعني اكتر من النص. ايه انهي شكل هنا باكبر من النصف؟ هل هي عندي الف ولا طبعا ألف، أنا بتكلم على الجزء المظلل اللي هي المناطق السكرية طبعا، ولا باء ولا جيم ولا دال؟ طبعا 63.5 اللي بيعبر لي عنها رقم دال. احنا نكتفي طبعا بالقدر ده النهارده، لسنا ان شاء الله درس هنشرحه في الوحدة الرابعة وهو ماهية التنمية البشرية، زائد اللي احنا طبعا هنكمل بنك الاسئله. فاتمنى ان يكون في تفاعل وتواصل، علشان اللي اي حد عنده سؤال يبدا يبعت ويتكلم ويفهم كويس قوي ازاي تتحل الاسئله بتاعتنا، عشان واحنا داخلين الامتحان نكون عندنا القدر المناسب في دماغنا عشان نقدر نفهم طبعا المنهج ونحل كويس قوي في الامتحان. شكرا.